الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن صلاة العيد، وقلنا إن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها، وأن أهل العلم اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وقيل بل هي واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، والأول هو مذهب أكثر العلماء، والأخير هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين وإليه مال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقبلهما الشوكاني والشيخ صديق حسن خان. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، حتى أمر النساء بذلك، واستدلالات أخرى على وجوبها على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. وصلاة العيد لا تقام إلا في المدن والقرى، فلا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ليزول وقت النهي، وآخر وقتها قبل الزوال. وإذا لم يثبت العيد إلا في أثناء النهار، خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال فيخرجون من اليوم التالي لصلاة العيد صباحا. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيشرع له أن يفعلها منفردا أو في جماعة عند جمهور العلماء، ومن حضر والإمام يخطب يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة. وذكرنا أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد، ويترك مسجده مع فضل الصلاة فيه، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول. لم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر وغيره. واستثنى العلماء من ذلك أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام صلاة العيد، كما قال الشافعي رحمه الله: لم يبلغنا عن أحد من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. وقلنا إن السبب في ذلك أن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه. وقيل إن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كان صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه. وتقدم أن الأفضل في وقت صلاة العيد بالنسبة للأضحى تقديمها، وبالنسبة للفطر تأخيرها شيئا ما، وذلك ليتسع وقت التضحية فيبكر بصلاة عيد الأضحى، ويتسع وقت صدقة الفطر فيؤخر صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراجها. ومن السنن عند خروج المسلم لصلاة العيد التبكير والذهاب ماشيا، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويعود من آخر، ولا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، وأنه يأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب أن لا يأكل إلا بعد الصلاة، ويجعل أكله من أضحيته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ركعتين، يعني الإمام. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وصححه الألباني. ولا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها إذا صليت في المصلى، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه البخاري ومسلم. فإذن هل يوجد العيد سنة قبلية؟ لا. هل يوجد لها سنة بعدية؟ لا. قال النووي رحمه الله: فيه
أنه لا سنة لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. وقال الزهري رحمه الله أيضا: لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي نافلة أو سنة لها، يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها، يعني في المصلى، إلا أن يمر منهم مار بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبح فيه، يعني يصلي نافلة فيه، فتح الباري لابن رجب. فإذا كانت صلاة العيد لا سنة قبلية ولا سنة بعدية لها، فما حكم التنفل عموما بعد صلاة العيد؟ ولو أراد أن يصلي الضحى مثلا؟ الجواب: لا حرج ولا بأس في ذلك. قال ابن عربي رحمه الله: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه، السبب في تركه ماذا؟ رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، يقول ابن عربي. إذن في المصلى ما في صلاة. وقال ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاس على الجمعة، لأن الجمعة لها سنة بعدية لكن ليس لها سنة قبلية. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص. يعني إذا واحد طيب أنا لن أصلي سنة قبلية ولا بعدية، طيب مطلق النفل، قال ابن حجر: فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. فقبل صلاة العيد ماذا سيكون؟ وقت نهي، يعني سواء بعد الفجر نهي كراهة، أو عند طلوع الشمس نهي تحريم، ثم سيصلون العيد. طيب بعدها إذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا أو يصلي سبحة الضحى في غير المصلى فلا حرج ولا بأس بذلك. وقال ابن حجر رحمه الله: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، فتح الباري. وهذا الخلاف فيما لو تنفل في المصلى، وأما لو صلى في بيته بعد رجوعه مثلا فلا حرج. قال ابن رجب: فأما الصلاة في غير موضع صلاة العيد كالصلاة في البيت أو في المسجد، إذا صليت العيد في المصلى فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها ولا بعدها، طبعا إلا إذا وافق وقت النهي قبلها كما تقدم. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة وحسنه ابن الملقن وابن حجر والمبارك فوري والألباني. وقال الحاكم رحمه الله: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، يعني نادر يعني من يطلع عليها أو من يعمل بها. فصلى عليه الصلاة والسلام في بيته ركعتين بعدما رجع من صلاة العيد. وإذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي تحية المسجد عند دخوله؟ الآن عرفنا إذا صلى في الصحراء في المصلى لا صلاة فيه، لكن إذا صلوا صلاة العيد في المسجد فإذا دخل مريد صلاة العيد فهل يتنفل في المسجد تحية المسجد؟ اختلف في ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والظاهر أنه يصلي، وفعلها في المسجد لا للعيد، فعلها في المسجد للمسجد لا للعيد، إحكام الأحكام. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي، لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
ركعتين انتهى. طيب لو كانت صلاة العيد في المصلى فهل يصلي تحية المسجد في المصلى؟ الجواب من أهل العلم من قال لا يصلي في تحية المسجد لأنه ليس بمسجد، ولأن حكم المصلى يختلف عن حكم المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد شيئا. واختار هذا من معاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة. قال الشيخ: إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد، لأنه ليس لها حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس، لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ذهب آخرون إلى أنه يصلى في المصلى تحية المسجد، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال إن أصحاب أحمد رحمه الله قالوا بذلك، وأن صاحب المنتهى قال: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وبماذا استدلوا على أنه مسجد؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أنه أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد، الحديث يشمل المصلى، يشمل المصلى. ولعل الراجح والله أعلم أن مصلى العيد ليس بمسجد، وإن وافقه في بعض أحكامه. فكما ذكر الشيخ عبد العزيز ليس له حكم المسجد من جميع الوجوه، ومنع الحائض من إتيان مصلى العيد لا يشترط أن يستدل منه على أن مصلى العيد مسجد، فإن منع التقذير والتلويث والرائحة الكريهة في المصلى فيه فائدة واضحة، ولأنه مكان صلاة فلا يناسب أن تمكث فيه الحائض، ولذلك منعها منه لا يدل على أنه مسجد، لا يدل بالضرورة على أنه مسجد. ثم إن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لا صلاة قبله، وكانوا يصلون في المصلى، ولو كان هذا مسجدا لا فهموا منه أن تصلى تحية المسجد فيه ونقل ذلك. لكن القضية أنه الآن نقل العكس. وإن كان الذين يقولون بالصلاة ناقشوا الأمر أيضا وقالوا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها لأنه إمام وهو سيخرج إليهم ويصلي مباشرة مثل صلاة الجمعة، يعني سيدخل الجامع ولا يصلي تحية المسجد بل يصعد المنبر ويخطب. ومن العلماء من قال حتى وإن كان مسجدا فلا تصلى تحية المسجد فيه في العيد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت كما في الصحيحين. وكذلك فإننا لو قلنا إن هذا طبعا مسجد فسوف يكون وقفا ولا يجوز تغييره إلى شيء آخر، يعني سترتب عليه أحكام أخرى إذا قلنا أنه مسجد. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. طيب هذه مسألة خلافية،
ولكل من القائلين بأحد القولين نظر واجتهاد، فيجري عليها ما جري على المسائل الخلافية. لكن أكثر أهل العلم أنه لا يصلي شيئا إلا صلاة العيد، إلا صلاة العيد.